ربنا عايز كلمتين مترنمين طعمهم طعم الحياة. أقول لكم حاجة لذيذة، كنت في خلوة في الدير الأسبوع اللي فات، وبعدين بصراحة قعدت يوم كامل ما صليتش ولا حاجة غير أبانا الذي في السماوات. عارفين صليتها ازاي؟ حاجة عجيبة جدا ربنا دوقها لي بأمانة. الصلاة دي لوحدها جبارة. متى صليتم قولوا يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يا أبانا الذي في السماوات، عينك فين؟ في السماء. يتقدس اسمك فيا، يأتي ملكوتك عليا، تكون مشيئتك اللي كاتبها لي في السماء تكون فيا بالظبط على الأرض. يا رب خبزي كفافي الجسدي والنفسي والروحي أعطيني اليوم، ما تدخلنيش في تكربة لأجل خاطر اسمك العظيم القدوس. نجيني من الشرير يا رب بالمسيح، يا رب اللي أنت أعطيتهولي عشان يكون سور حماية وسور نصرة. لك القوة فيا، لك العزة فيا، لك القداسة فيا، لك المجد فيا. امسك ابنك، يتقدس اسمك في ابني، يأتي ملكوتك في ابني، تكون مشيئتك على ابني اللي كتبتها لابني في السماء تكون فيه على الأرض. يا رب قداسة وبر وطهارة. يا رب يتقدس اسمك في زوجتي، يكون يا رب ملكوتك على زوجتي كما في السماء كتبته يكون في زوجتي على الأرض. خبز زوجتي وكفافها ادهولها يا رب، اشبعها يا رب، فرحها يا رب، نقيها يا رب، اهديها يا رب، باركها يا رب، لا تدخلها في تجربة يا رب، لا تدخلها في تجربة يا رب. نجيها من الشرير يا رب، من العدو، من محارباته، من أفكاره، من الهم، من الغم، من الحزن، من الكآبة. أبانا الذي فصلوها عن الناس. تعرف تصلوها كده؟ عارفين؟ 10 مرات قوليها. بس وانت عندك ايه؟ ادراك. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك في اولادي، تكن مشيئتك في اولادي، مشيئته سلام وصلاح، مشيئته مصالحه، مشيئته قداسه كما في السماء. في السماء في مشيئه اتكتبت لله. الافكار اللي مفتكر بيها عن اشرف افكار سلام، اعطي اشرف اخره ورجاء. اللي انت كاتبه في السماء مشيني يا رب فيه على الارض. يوم ربنا يعمل ايه؟ يحول الدفة لانك بتقولي له ايه؟ ابانا الذي في السماوات. فاكرين الراجل اللي حكيت لكم عليه اللي كان يحط 200 نقاية بلح في جيبه، وراجل امي وعنده 101 سنة، كل ما الناس طول عمره تجيله يا عم فلان، نعم بنتي تعبانة، تعبانة، راح مطلع النقاية. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك في بنتها، يأتي ملكوتك عليها، تكون مشيئتك الشافية فيها يا رب كما في السماء تكون في بنتها على الأرض. خبزها كفافة اديها يا رب. يروح نقل النقاية الناحية ايه؟ التانية. ماشي في الشارع خاف، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك فيا، ويأتي ملكوتك عليا، تكون مشيئتك الراحة والسلام يا رب، وتنزع الخوف. حط النقاية التانية. فطول النهار ينقل الـ200 نقاية من هنا يحطهم فين؟ هنا. وتاني يوم ياخدهم من هنا يحطهم فين؟ أبانا الذي في السماوات. بس ربنا مش مطالبك بالكتير. كنت أمينا على أبانا الذي في السماوات، أنا أقيمك على المزامير، أنا أقيمك على سفر الأمثال، أنا أدخلك إشعياء، أنا أفرحك بأرمياء، أنا أدخلك عصر الرسل، أنا أخليك رسول زي بولس، أنا أعملك زي بطرس، أنت قديس من القديسين. ألف مبروك.